أغلبنا يلاقي حرجاً في زيارة العيادة النفسية ويخاف من التنمر الاجتماعي، القلق، الاكتئاب، المشاكل الأسرية وكل المشكلات التي تظنون أن لا حل لها. تطبيق المرشد يحلها. بإمكانك طلب استشارة نفسية وحجز جلستك بكل سرية وخصوصية وأنت بالبيت وبكل سهولة. طريقة الحجز: اختر المرشد المناسب لك، اختر طريقة التواصل، حدد التاريخ والساعة، قم بالدفع، اضغط على سجل المحادثات. سيكون المرشد بانتظارك بالموعد المحدد. المرشد يحلها.